وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُّوحِي إِلَيْهِمْ ۚ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي. نحييكم أيها الإخوة والأخوات في هذه الحلقة، ونسعد وإياكم بصحبة ضيفنا الكريم فضيلة الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد، عضو مجلس الشورى، والذي يصحبنا في هذه الحلقة مجيبا عن استفتاءاتكم وأسئلتكم. باسمكم جميعا نرحب بضيفنا الكريم، حياكم الله ضيف الشيخ. حياكم الله يا شيخ أحمد، وحيا الإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات، حياكم الله. بارك الله فيكم فضيل الشيخ. في بداية هذه الحلقة نتقدم باسم مجلس إدارة شبكة المجد ومجلسها التنفيذي وطاقمها الفني والإداري بخالص عزائنا وصادق مواساتنا لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولولي عهده وولي ولي عهده في وفاة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز رحمه الله تعالى. جبر الله مصاب الأمة في هذه المصيبة، ونسأله سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه جناته، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يبارك في خلفه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وأن يجعله نصرا للإسلام والمسلمين، وعونا لأهل الخير، و قائدا لهذه الأمة في مسيرة نهضتها وتطورها. في البدء أيها الإخوة والأخوات، نستمع مع ضيفنا الكريم أو نستمع لضيفنا الكريم حول هذه المصيبة والحدث الجلل الذي مرت به أمتنا، ونسأل الله عز وجل أن يسدد الخطى وأن يبارك في الجهود. تفضل فضيل الشيخ. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا يا حي يا قيوم. نسأل الله عز وجل أن يغفر لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، وأن يجزيه بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا، وأن يكرم نزله، وأن يغفر له ويرحمه بمنه وكرمه. ونسأل الله عز وجل أن يوفق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على هذه المهمة العظيمة التي هو لها أهل إن شاء الله عز وجل، وأن يوفق بقية القادة ولي العهد وولي ولي العهد وبقية من في التعيينات الأخيرة. نسأل الله عز وجل أن يوفقهم وأن يسدد خطاهم، ونحمد الله عز وجل على نعمة الأمن والأمان واجتماع الشمل واجتماع الكلمة بحمد الله، وهذه التنقلات المتتابعة في الولايات الماضية وكذلك في هذه الولاية، الانتقالات السلسة الحمد لله التي تدل على مقدار الحكمة والنظر البعيد بحمد الله عز وجل، وعلى هذه النعمة التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها على هذه البلاد. نسأل الله عز وجل أن يديمها، وأن يوفق المسؤولين من أعلى مسؤول إلى آخر مسؤول في أن يقوم بولايته وبأمر الله عز وجل له، وأن يحفظ على هذه الأمة أمنها ودينها، إنه سميع قريب مجيب. اللهم آمين. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هذا المصير المحتوم هو مكتوب على كل من خلق الله سبحانه وتعالى، كل من على هذه الأرض فان وإلى فناء، ولهذه المصائر موعظة وعبرة ينبغي ألا تغيب عن الإنسان، خاصة وهذه الانتقال من حياة إلى حياة، يعني تجعل المسلم يفكر في مآله الأخير وحياته الأخرى التي فيها بقاء واستمرارية، عكس ما يعيش الإنسان في هذه الحياة الدنيا. نعم، هذا صحيح، كما روي في الأثر كفى بالموت واعظا، وهو واعظ وذكرى للجميع في الحقيقة، في أن يراجع الإنسان نفسه ويحاسبها
فالنبي صلى الله عليه وسلم من هو خير مقامات البشر بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم، لحقه هذا الموت، ولحق أيضا الملوك لكل شيء إذا ما تم نقصانه، فلا يغر بطيب العيش إنسان. هي الأمور كما شاهدتها دول من سره زمن ساءته أزمان، وهذه الدار لا تبقي على أحد ولا يدوم على حال لها شان. فلا ريب أن هذا الموت موعظة يذهب به المحبوب والغني والفقير والرئيس والمرؤوس، كل هذا علامة عظيمة على قدرة الله عز وجل وهيمنته العظيمة فوق الملوك سبحانه وتعالى. حري بالجميع في الحقيقة أن يكون خوف الله عز وجل رائدهم وحاديهم في الطريق إلى الله عز وجل. تتضاءل في الحقيقة عند ذكر هذا الموت، تتضاءل أشياء كثيرة من ملذات هذه الحياة الدنيا، ويضعف الكثير من جموح الناس في هذه الحياة الدنيا أكثر من اللازم. لا نقول الطموح، الطموح هذا أمر مطلوب، لكن نتكلم على الجموح وهو الزيادة في هذا الأمر، ويؤدي هذا في الحقيقة إلى ظلم النفس. نعم، الإنسان في أسرته، في عائلته، في مسؤوليته، يؤدي إلى ظلمه لنفسه، وإلى ظلمه لولده، وإلى ظلمه لمن ولاه الله عز وجل إياهم، كما أنه قد يؤدي وهو ذكر الموت يؤدي إلى المزيد من الخضوع والذل بين يدي الله عز وجل. فهو من أعظم الواعظين هذا الموت. نسأل الله عز وجل أن يغفر لخادم الحرمين الشريفين، وأن يوفق الملك سلمان ووفقه الله لطاعته ورضوانه. اللهم أمين. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. واجب الناس في هذه في مثل هذه المواقف والاجتماع اجتماع الكريمة ووحدة الصف والعمل على بناء المجتمع، بناء الحياة، البناء الأمثل، وأن يكون إنسان إيجابي وفاعل في مجتمعه في مثل هذه الظروف وغيرها. نعم، الحقيقة في كل ظرف، في الحقيقة كما قال الله عز وجل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الله وإلى الرسول لعلمه الذين يستنبطونه منهم. الحقيقة أسوأ ما يقال في هذا الأمر هي الشائعات. نعم، هي الشائعات، لا سيما سواء كان مغرضا وعرفت عداوته لهذا البلد ولأهل هذا البلد، أو كان يعني أخذها بحسن الظن. هذه الإشاعات التي تبث الفرقة وتزعزع الأمن وتشوش التفكير على الجميع، هذه من أهم ما ينبغي أن تترك في الحقيقة، في لا سيما في هذه التحولات التي تمر بالأمة، أن تترك هذه، لأنها في أغلب الغالب الأعظم من الأحوال أنها تضر ولا تنفع، وهي مجرد كلام ينقل. حتى الأخبار الصحيحة الثابتة أحيانا نقلها لغير المختص الذي يستفيد منها، أحيانا يكون عابر الحديث يدعو إليها في إطاره وفي حدود معينة، لكن أحيانا تكون فيها شغل الإنسان الشاغل، تشغله عن دينه، تشغله عن دنياه، تشغله عن عبادة ربه، تؤثر تأثيرات سلبية الحقيقة في تماسك الصف ووحدته. نعم، سواء بين الناس، بين بعضهم البعض، بين المسؤولين وبين الناس، بين الحكام وبين الناس، بين الحكام وبقية المسؤولين، كل هذه الحقيقة قد تؤدي إلى نوع من الإرباك ونوع من التشويش. فهو تأكيد الحقيقة على رعاية هذا المبدأ الشرعي، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. في الحقيقة هناك أشياء لا يعني تأثير الإنسان فيها يكاد يكون صفر، وتأثر الأطراف المستهدفة يكاد يكون أيضا مثل هذه الحال، ولا يكون الحقيقة، لا سيما إذا تضمنت هذه الإشاعات إساءة للراعي أو للرعية أو لسائر الناس، هذه الإساءات، ولا سيما وأن قد عهد عن بعض أمثال هؤلاء من يعمل في الإعلام الجديد وبعض المعرفات، عهد منهم الكذب والصراح، وعهد منهم التجاوز والمبالغة والعجلة في إلقاء الأخبار. هذه وصية الله لنا. نعم، إذا جاء أمر من الأمن والخوف ألا يذيع الإنسان إلا بقدر، أن لا يتحدث به، ليست الإذاعة، إذا ليس عمله، لكن لا يتحدث به إلا في حاجته وفي مكانه وفي ظروف نادرة وفي أشخاص أيضا معينين. نسأل الله عز وجل أن يقينا الفتن ما ظهر منها وما بطن. نعم، بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. استأذنك في أن نتلقى أول متصل معنا في هذه الحلقة، معي مجموعة من المتصلين. عبدو من السعودية، تفضل.
تفضل اخي عبدو. السلام الله عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كلمه ودي اشارك بها يا اخي ممكن في وفاه خادم الحرمين. تفضل يا اخي الكريم. نعم نسمعك تفضل يا سيدي. أبي الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. اللهم صل وسلم. فجعنا جميعا بوفاة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز رحمه الله وأسكنه وفتح جنة. آمين. ولا نقول إلا إنا لله وإنا إليه راجعون. بارك الله فيك. عزاؤنا في داركم وفاة حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم إنك ميت وإنهم ميتون. صلى الله عليه وسلم. عزاؤنا في داركم قول الله تعالى كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز ومن حياة الدنيا إلا متاع الغرور. فرحمك الله يا عبد الله وجبر الله مصابنا بفراقك فقد كان في حياته نعم الرجل لشعبه ولجميع شعوب الأمة الإسلامية. نعم لقد اتصفت مواقفه بالتحلي وبالأخلاق وبالشجاعة وبالنخوة وبالنصرة لقضايا الأمة العربية والإسلامية. بارك الله فيك. وإن إنجازاته حدث ولا حرج. بارك الله فيك. رحمك الله يا عبد الله. بارك الله فيك. الله يتغمد مجيد الأمة بواسع رحمته. آمين. وأن يدخل فسيح جناته. آمين. إنه سميع مجيد الدعاء. بارك الله فيك. كما نسأل الله جل قدرته أن يوفق هادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز الذي بأساس إمام الحكم يكون ملكا للبلاد وامتدادا للبعة. فنسأل الله أن يوفقه كما نسأل الله أن يوفق مقرن بن عبد العزيز ولي للعهد. ونرسلها رسالة واضحة من هذا المنبر منبر بنات المجد المباركة نقول نحن نرسلها رسالة واضحة جلية إننا نحمة واحدة وصف واحد وفي خندق واحد في وجه كل من يكون عدو لهذه البلاد. فوفق الله خادم الحرمين سلمان ووفق ولي عهده ورحم الله الملك عبد الله. بارك الله فيك. بارك الله فيك أخي عبده وشكرا لمشاعرك الطيبة. أشكرك شكرا جزيلا. أخي أبو معاذ معي تفضل. معنا أبو معاذ تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أخي الكريم. أرجو أن يوجه الشيخ كلمة لمن يعني يروج خياعات أو يقول كلاما غير مسؤول أو يعني يبين الحكم الشرعي في من يفعل هذا. وجزاكم الله خير. سمعتنا نحن كنا في قبل اتصالك يا أستاذ نتحدث حول هذا الأمر. تحدث ضيفي الكريم حوله بإسهاب وبين الحكم الشرعي فيه. أشكرك يا أخي أبو معاذ. عبد الحميد من الجزائر تفضل. تفضل أخي عبد الحميد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله فضيلة الشيخ. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ. اسمعك تفضل يا سهل. الحميد عنده أربع أسئلة. نعم معليش. نحن تجار زيت الزيتون. أرفع صوتك أخي عبد الحميد. نأتي مثلا شحنة من الزيتون من منطقة معينة فنعصرها ثم بعد 15 يوما مثلا نأتي بشحنة أخرى من نفس المنطقة. نعم. فنعصرها ثم نخلط الزيتون مع ثم نخلط الزيت الأول مع الزيت الثاني. هل هذا جائز أم لا؟ طيب. السؤال الثاني. تفضل. توفى أخ لي وترك مالا وكنا زوج ذكور اثنان ذكور وخمس بنات والوالد والأم. فنادى الوالد البنات فقال لهم هل تأخذوا مما قسم الله لكم من الميراث؟ فأبوا أن وذلك قبل أن يسلمه فأبوا أن يأخذوا شيئا. فهل يوجب فهل هو واجب أن يأخذوه أم لهم الحق أن يتركوه؟ طيب. والسؤال الأساسي لي أخ هو شريك لي في التجارة واتفقنا أن نحاسب أن لا يحاسب أحدا أخاه فيما أنفق مثلا على بيته وعلى عائلته أو تصدق به على الفقراء أو أخرجه لتطهير المال. هل هذا جائز أم لا؟ نعم. السؤال الثالث أنا الرابع. الرابع نعم. أنا تاجر أتعامل مع مزارعين يزرعون مثلا فاكهة الفراولة وأبيع لهم في السلعة وعند الاتفاق
قال للمزارعون اذهب بيع السلعة وخذ نصيبا من الربح بحيث لا تضرنا ولا تضر نفسك. والغالب في عرضنا المتبع عند بيع هذه الفاكهة أنه لا يقع اتفاق مثلا في نسبة أخذ الربح أو من رأس المال أو مثلا قيمة من الربح. فهذا كما يقولون عرف المتبع في بيع هذه الفاكهة. طيب جزاكم الله شكرا جزيلا لك. مساعد من الكويت تفضل. مساعد من الكويت تفضل. السلام عليكم يا طويل العمر انت ويا الشيخ والقناه طال عمرك. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا بك يا اخي مساعد. شيخنا الكريم سؤالين بعجل وباستعجال باختصار طال عمرك. بالنسبه لي انا طال عمرك انا موقوف راسي طال عمرك وما اعطوني اعمال ممتازه ولا ترقيات ومحروما الى يوم يبعثون. والشيء الثاني طال عمرك بالنسبة لي يصير أدعي عليهم في فيروس إيبولا وفيروس كورونا طال عمرك. والسؤال الثاني طال عمرك بعجل اللي هو السخرية والاستهزاء والحسد والظلم والشتائم طال عمرك يجوز أدعي عليهم ولا أعفو عنهم؟ تحياتي طيب. لكم والسلام عليكم. شكرا لك يا أخي الكريم. شكرا بارك الله فيك. شكرا. معي متصل. طيب نستاذنكم فضيلة الشيخ ونستاذن الأخوة والأخوات في فاصل إعلاني قصير نعود بعده لمتابعة هذه الحلقة. نسعد ببقائكم. النساء شقائق الرجال وهن صانعات المجد. أوصى بهن الإسلام وأمر بتعليمهن أمور الدين. لها مطالب ولديها استفسارات ومن أجلها كان هذا البرنامج فتاوى المرأة بإطلالة جديدة على شاشة المجد العلمية. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات وباسمكم جميعا نرحب بضيفنا الكريم حياكم الله فضيل الشيخ. الله يحييك ورعاك. نعود لتأكيد ما ابتدأنا به هذه الحلقة في تعزية الأمة في خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز رحمه الله تعالى. وهذه التعزية لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله ووفقه وأعانه، كما تمتد هذه التعزية إلى صاحب سمو الملك الأمير مقرن بن عبد العزيز ولي العهد، وكذلك إلى ولي العهد الأمير محمد بن نايف وزير الداخلية، وكذلك ولي العهد. نسأل الله عز وجل أن يغفر للفقيد وأن يرحمه. كما نؤكد فضيلة الشيخ ونود الحديث حول هذا الانتقال السهل والسلس بحمد الله عز وجل، والذي تم يعني في خلال ساعات أو لحظات من هذا الموقف وهذا الحدث الجلل، على الرغم مما يعيش الإنسان من واقع العزاء والحزن في هذا، إلا أنه بحمد الله عز وجل يعزيه هذا الانتقال السلس وهذه القرارات التي صدرت في تعيين القيادات في هذه المناصب الحساسة التي يناط بها قيادة البلد، وهي بحمد الله عز وجل يتفائل بها المسلم خيرا في أن تقود هذا البلد إلى ما كان عليه أو أحسن. يمتد كذلك الحديث إلى المباركة لولي العهد الأمير منقرن بن عبد العزيز في توليته ومبايعته ولي العهد، وكذلك لصاحب سمو الملك الأمير محمد بن نايف في تعيينه وليا لولي العهد. نعم، نسأل الله عز وجل أن يبارك في الجميع، وهو في الحقيقة هو تكليف في المقام الأول، ثم أيضا هو تشريف في الحقيقة، لأن الإنسان يزيد في هذا العمل شرفا. فنسأل الله عز وجل أن يعين الجميع، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وفقه الله، وكذلك ولي عهد الأمير مقرن ولي العهد وبقية من تعين في هذه المناصب. نسأل الله عز وجل أن يعينهم ويوفقهم. لا يمنع الحقيقة الإنسان أن يفرح بمشاعر الحسنة في الوقت الذي يأسى أيضا
لما يتعلق بآثار ومشاعر أيضا قد تكون محزنة، فالإنسان قد يبارك في العيد وهو ربما قد أصيب بمصيبة، لا غير أن يبارك وأن يدعو بالقبول. وهذه هي الأحوال وهذه هي الدنيا، يمر الإنسان بحالات أحيانا حالات ممتزجة فيما ذكرته وأثرته، حالة ممتزجة من الحزن فيعطيها حقها، وحالة أيضا ممتزجة من الفرح بحالة الانتقال السلس الطيب وحالة اجتماع الكلمة. نسأل الله عز وجل أن يعين الجميع على بره وطاعته. اللهم أمين. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن إليكم. في سؤال الأخ الكريم عبده من الجزائر، عفوا أبو معاذ، يعني تحدث عما تحدثت عنه عن حول موقف المسلم في هذه اللحظات. ثم هنا سؤال من الأخ الكريم عبد الحميد يسأل عن سؤال فقهي، يقول بأنه من الجزائر يقوم بشحنها من الزيتون، يجلبونها ثم يعصرونها ويخزنون زيتها، ثم بعد شهر يقوم بجلب زيتون آخر ويقومون بعصره وتخزين زيته أو خلط الزيتين مع بعض، فهل في ذلك بأس؟ العبرة في الحقيقة هو بما يكتب على هذا المنتج. نعم. إذا كانت الشحنة الأولى كانت من نوعية محددة ومعروفة عند الناس من الزيتون، والشحنة اللاحقة أيضا من نوع مختلف، ثم يقال بأن هذا الزيتون هو من النوع الفلاني الذي هو النوع الأول أو هو النوع الثاني، من أجل مكاثرة الطيب بما هو أطيب منها والعكس، أو بالرديء بالطيب، هذا لا يجوز لأنه نوع من الغش، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من غش فليس منا. نعم. هذا غش، ولكن حسن أن يبين هذا، يبين هذا في المنشور والورقة التي توضع على هذا المنتج، بأن هذا خليط من النوع الفلاني من الزيتون، من زيت الزيتون، وهذا خليط من زيت زيتون آخر من النوع الفلاني مثلا، ويبين حتى بالنسب والمقادير حتى يعرفه الناس. أما إذا كان الأنواع متقاربة ولا تؤثر عند المستهلك في غالب الأحوال، ولا يزيد سعرها عنده لهذا السبب أو نزيد في السعر لهذا السبب، وإنما هي من جملة الأسعار الموجودة وليس فيها غش بحيث أنه يؤتى من الدرجة الثانية والثالثة ويوضع مع الدرجة الأولى، هذا لا بأس به، لا حرج به. لكن إذا كان من الدرجة الأولى فيبين، من الدرجة الثانية فيبين، إذا كان الخليط سيؤثر على نوعية المنتج وجودته فلا بد أن يبين. نعم. وإنما استثنينا فقط حالة وهي أن تكون الأنواع متقاربة جدا، هذا جدوه 100% وهذا 90% 95، كلها من النوع الجيد، لا تؤثر في السعر تأثيرا فاحشا بينا، فالأمر في هذا واسع. ولكنه الظاهر أنه لم يسأل هذا السؤال إلا أنها تؤثر في المنتج. نعم. تؤثر في المنتج بحيث يعني 70% خلطة بدرجة مثلا 95%، يمكن فارق الوقت بس بينهما، وكذلك فارق الوقت، إذا كان فارق الوقت يؤثر في الجودة والنوعية فيكون. نعم. هذا طازج مثلا وهذا عتيق، سواء كان العتيق هو الأجود أو الطازج هو الأجود، يختلف اختلاف المأكولة، أحيانا يكون العتيق القديم هو الأفضل. نعم. فبحسب الأفضلية عند الناس وعند المستهلكين، وكذلك من الناحية الطبية والصحية، لا بد أن تبين مثلا هذا مزيج من كذا ومزيج من كذا، مزيج من منتوج عام كذا من أول الموسم مثلا ومزيج من آخر الموسم. نعم. هذا هو الذي ينفي الغش والجهالة، هذا إذا كان في التأثير. أما إذا كان يسير يصعب فرزه وتعيينه، فرق 3% و4%، هذا مما جرت العادة بالتسامح المستهلك فيه وكذلك المنتج، فالأمر سهل. لكن مع الأسف الذي يوجد في السوق في أحيان ليست قليلة هو خلط الرديء جدا بالطيب. نعم. أو تسمية الرديء باسم الطيب، يقول عصرة أولى وهي عصرة ثانية أو حتى ثالثة. صحيح صحيح. نعم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. يقول توفي له أخ وترك مالا، ومن ووالده موجود ووالدته موجودة، له إخوة وأخوات، الأخوات يقول رفضنا أن يأخذنا من هذا المال، فهل يعني يجاز هذا الرفض أو لا بد أو يلزمهن أن يأخذنا هذا المال؟ إذا كان هذا الرفض كان نوع من إبداء الموقف، مثلا أعطي نصف حقه مثلا وقال لا خلك كله عندك أنا ما أريد، هذا لا بد أن يعالج المظلمة التي عنده. نعم. أما إذا كان ليس هناك نزاع على الحق، حقهن معلوم ومحدد ومعروف،
ثم قلنا لا نريد هذا الحق، هذا تنازل. نعم هذا تنازل يعني إذا كان بهذه المثابة. لكن يبدو أنه ما وقع السؤال ولا وقع البحث إلا في مشكلة وجدت، وهي أن الحق لم يصل كاملا. فهنا في نوع من التعبير عن الشعور، يقول اجعلها كلها عندك، أنا لا أريد منها شيء. هذا نوع من التعبير عن الشعور عدم الرضا بطريقة سلمية يعني. نعم الشعور عدم الرضا. فإن كان كذلك فلا بد أن يعرف هل هن مظلومات أم لا. فإن كنا مظلومات فيجب وفاء الحق كله، وإن لم يكن مظلومات فالذي أراه أن هذا ليس تنازل عن الحق في الحقيقة. نعم. ما هو تنازل. فلذلك لو يوسط أن يؤخذ المبلغ، يقنعنا بأخذ المبلغ ويطالبنا بما بقي. يعني أحيانا الطرف الثاني الذي بيده الثروة أحيانا يقول سأأخذ نصف حقي مثلا، لكن سأظل أو طالب بالباقي. يقول لك لا، وقع على استلام كامل الحق. نعم. فهنا يضطر الطرف الآخر ألا يستلم. صحيح. فهذا ظلم أيضا. لكن أنت ما المانع أن تقول أخذ مبلغ وقدره كذا وكذا مع بقاء حساب ونقاش وخلاف حول المستحق من بقية التركة، ما المانع؟ فأن أصر الذي بيده التركة على التوقيع بالمخالصة فهو آثم ظالم. فإذا كان بقي في نفس الآخر شيء وأنا عندي يقين هذا هو حقه الذي هو النصف مثلا، فأقول استلم النصف والباقي على الحساب. نعم. طالب بينه وبينك، حكم، أصلح، نذهب إلى المحكمة، لكن خذ حقك الذي أنا وإياك نتفق على أنه حق لك، وما بقي فلا يجوز أن تلزمه بالمخالصة، لا يجوز. نعم. وكذلك وليس في الإرث، حتى في الأعمال إذا جاء مثلا بين رب العمل وبين المقاول، يأتي يقول أعطني حقي، يقول لا أعطني مخالصة، هذا ظلم، هذا لا يجوز. إذا أصر فيجب عليك أن تعطيه حقه وأن تجعل في سند الاستلام بأن هذا المستلم أنه على الحساب مثلا، خليه يطالب هو بالباقي. نعم. وهذا من المظالم اللي تقع بين رب العمل وبين المقاول والعامل، وكذلك تقع بين الورثة بين بعضهم البعض، الوارث الذي بيده المال والوارث الذي ليس بيده مال أو تصرف، وهذا كله من الظلم. ولذلك أنا استشف من السؤال أن هناك نوع من الاحتجاج ونوع من عدم الرضا عند البنات يجب الوصول إليه، وأن يسلمنا حقهن وأن يترك الباقي للحساب. نعم. كم يكون نصيب البنت في هذا يعني؟ وقد والوالد موجود وكذلك والد المتوفى. أي نعم، والده ووالدته. ولا بد من قسمتها ما دام الوالد والوالدة موجودون. نعم. فهنا يبقى البنت الباقي بعد نصيب الوالد والوالدة والأخوة. نعم، ما دام في أولاد. نعم. فالوالدة لها السدس. نعم. والأولاد يرثون بعد الأب والوالدين. نعم. للذكر من حظ الأنثيين لا يمكن يخرج إلا بعملية حسابية يسير، مو مثل بقية الورثة. نعم. يمكن أن تعرف إرث بقية الورثة أن هذه لها الثلث الأم مثلا، وأن الأب له الثلثان، والباقي بين نعم للذكر من حظ الأنثيين. نعم. بارك الله فيك. هذا في حال عدم وجود أولاد للمتوفى. هو في أولاد منه. في لا. أولاد ذكور وإناث. لا أقصد لهذا الأخ، أنا أتكلم عن الأخ، هو يقول كان يقول له أولاد. هو يقول بأنه توفي أخ له، أخ له وترك مالا، يقول ولم يتزوج هو، لم يذكر حالته يعني. أيوة. كأنه أخ إخوان هذا المتوفى وكذلك. إذن في بيانات ناقصة. نعم. لا يصلح أن نتكلم. صحيح. فيها. صحيح. أيا كانت تزوجه له أولاد. نعم. المقصود أنه نصيبها الشرعي، لا. نعم. نحتاج أن نبين النصيب الشرعي. صحيح. صحيح. النصيب الشرعي أي شخص ممكن أن يعرف الأنصباء أولا ثم يخرج السهام ثم يخرج نصيبها من التركة. نعم. وهذه عملية حسابية ليست صعبة. نعم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. يقول له أخ شريك في التجارة واتفق على ألا يحاسب أخ أخاه حول ما يصرفه على بيته أو يتصدق به أو يهديه، فهل هذه الصيغة التشاركية يعني صحيحة؟ إذا كان هذا من النفقات اليسيرة عرفا والتي يجري التسامح بين الناس فيها فلا بأس. أما إذا كان هذا الشخص كريم ويتصدق وينفق ويعين بالمبالغ الطائلة فهذا ما يصلح. النفقات المقصود النفقات اليسيرة، وفقير طرع باب المؤسسة أعطى 10 ريالات و100 ريال و200 ريال أو بالآلاف إن كانت الثروة بمئات الملايين، هذا معروف في وجه المؤسسة، هو يعطى هذا المال، مكافآت الموظفين على سبيل المثال، هذا مما جرت به العادة. أما ما عداها يأتي أناس ويعطيهم قروض كبيرة ويعطيهم إعانات ومنح كبيرة، هذه جهالة في الحقيقة في هذه الشركة. نعم نعم، هذا جهالة إلا إذا كان
أنا أقصد إذا كان هذا قد يعني وجد مع انعقاد الشركة، أما إذا كان منفصل عن الشركة هذا تفويض له بالإنفاق لا حرج عليه. يبدو أنهما يعني كل واحد اتفق على هذا الأمر بالتراضي بينهما، أنت لا تثريب عليك في إنفاقك وأنا لا تثريب عليك. إذن هذه وكالة ما دام أنها لم ترتبط بعقد الشركة، نعم، وإنما قامت الشركة وهذا لم يكن جزءا أساسيا منها، فهنا وكل وكل الآخر في الإنفاق والبذل، نعم لا حرج، مثل يوكل ابنه أو يوكل موظفه بأن من جاء أعطه من المال بقدر ما ترى وبقدر ما تعرف استحقاقه، هذا يقع بين الشركاء ولا حرج فيه. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. يسأل عن يتعامل مع مزارعين فاكهة الفراولة كما ذكر، وذكر بأنه ليس هناك ربح معين في، إذا كنت فهمت السؤال فضيلة الشيخ. هو يسأل عن الزكاة ولا أنا لم أفهم سؤال الأخ الكريم، وإذا فيه معلومات ناقصة هنا في السؤال. إذا نعم فيه معلومات ناقصة، هو السؤال حقيقة فيه غير واضح الصوت. صحيح فيه صحيح، فلا مانع بعد الحلقة إن شاء الله أن يتواصل معنا ويعاود الأخ الكريم عبد الحميد طرح سؤاله، لأن الصوت في نهاية هذه الحلقة لم يكن واضح لدينا، في نهاية هذا السؤال لم يكن واضح لدينا. فضيلة الشيخ، هنا سؤال من الأخ خالد بالخير يقول: هل يتأذى الميت بنشر صوره، وهل من حرمة الميت ألا تنشر صوره ويكتفى بالدعاء له؟ نشر الصور الحقيقة يعني حتى سواء قلنا بأن التصوير حرام كالذي يقولون الآن، من يقول من التصوير الفوتوغرافي حرام، أو أن نقول بأنه حلال وجائز وليس من التصوير الذي ورد ذمه ومنعه بالسنة، وهذا هو الأقرب وهو الصحيح، أن هذا التصوير هو نوع من عكس المرآة، إلا أنها فيها حبس لهذه المرآة فقط، ولا دليل يفرق بين الصورة المحبوسة وبين الصورة غير المحبوسة. نعم. فالإلحاق هنا بالمرآة أراه من الناحية الأصولية الفقهية ظاهر، فهو جائز. فإذا إذا تجاوزنا موضوع الخلاف في التصوير، الراجح الأقرب بل الظاهر عندي أنه مباح لا حرج فيه. نعم بارك الله فيك. يبقى قضية الإذن مثلا، قضية الإذن، إذا كان الشخص لا يأذن بوضع صورته فهي حقه الشخصي حتى وإن كان، نعم، بعض الناس يتأذى نفسيا، يتأذى من الشكل، يتأذى من أسباب نفسية ربما خاصة ربما وسوسة، نعم، ما لك شغل فيه، هو لا يرضى صورته، هذه حق له حيا وميتا، حيا وميتا، نعم. فإذا كان يرفض هذا فلا يجوز لك أن تنقله، أن تنقل صورتها التي هي حق له محض، وأن تنقلها للناس من غير رضا. نعم بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. سأذنكم معي نادية من الجزائر، تفضلي أختي نادية، تفضلي. أختي نادية معنا. عليكم السلام، تفضلي. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله. اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلف لنا خيرا لنا منها. آمين. وارفع عبد الله بن عبد العزيز واجعله من في المهديين يا رب العالمين. آمين. نحن في حداد ولا يكفينا الحداد ثلاث أيام، يعني هذا الرجل مآثره محاسمه، نحن في حزن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رحمه الله، جزاك الله خير على مشاعرك الطيبة يا أختي نادية. معي محمد من ليبيا، تفضل. أخي محمد من ليبيا، أخي محمد. أم الحارث من الجزائر، تفضلي. يا أم الحارث تفضلي. يلا سؤالك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أنا أم الحاس من الكويت. أبي أعرف مدى صحة هذا الحديث: ضروا آباءكم تبركم أبناءكم. وفي سؤال آخر: أنا مساهمة في جمعية تعاونية، نعم، أضع على رقمي يعني الأرباح، وناس يعني ما عندهم مو مساهمين يبون يحطون يعني أرباح اشترياتهم على رقمي، هل يجوز ذلك؟ كيف أرقامهم يعني يحطون؟ يعني في ناس غير مساهمين يعني إذا مثلا لهم نقاط معينة في الشراء يحطونها تبعك؟ يعني يسألهم المحاسب كم رقم صندوقك وتقول ما عندي، حط على رقم الأخت أنا يعني. إيه. طيب تستفيدين من هذا يعني أنهم يعني يأخذون أرباح من مشترياتهم يعني. طيب تسمعين إجابة إن شاء الله تعالى. شكرا لك يا أختي أم الحارث، شكرا لكل الأخوة والأخوات. نستأذنكم في فاصل إعلاني قصير، نعود بعد المتابعة، نسعد بوقائكم.
مرحبا بكم مرة أخرى وباسمكم نرحب بضيفنا الكريم فضيل الشيخ سليمان حياكم الله. حياكم الله. هنا سؤال من الأخ مساعد يقول بأنه يعني تعرض لإيقاف راتب وحرم منه ويسأل عن من يستهزئ ويسخر به، هل يجوز على له أن يدعو على هؤلاء الذين مثلا أوقفوا راتبه أو ظلموه وسخروا منه واستهزأوا؟ أولا من استهزأ به وكان فله أن يرد هذا بمثله، له ذلك، والأفضل والأعظم أجرا أن يعفو ويصفح. ولمن صبر، بعد أن ذكر الله عز وجل ما يلحق المسلم من أذى من أخيه، ولمن صبر وغفر إن ذلك من عزم الأمور. الله. هذا خير المقامات أن يصفح الإنسان، لكن له أن ينصح، وله أن يصفح، وله أن يرد الكلام بمثله من غير ظلم ومن غير كذب. فإذا استهزأوا فيه بحق ما يستهزئ بهم بباطل، ولكن لهم من يقول أنتم ظلمة، أنتم مثلا عندكم فجر في الخصومة، أنتم مخطئون، أنتم آثمون، هذا فيه نوع من البيان الحق الذي يراه فيهم دون أن يكذب، هذا يجوز. لكن جاء في عبارة الأخ شيء يعني لطيف وغير مناسب أيضا، اللي يقول أنا موقوف إلى يوم يبعثون. نعم الله أعلم، البعث قبله القبر وقبله البرزخ. نعم يمكن نعم. حالة يأس، هو يريد أن يقول أنها بشكل دائم. يعني المناسب في هذا هو الصبر أولا، والمطالبة بحقه ثانيا، الصبر على الحالة الوظيفية أقصد. نعم. والمطالبة بحقه ثانيا، والصبر ما أمكن على من يتكلم فيه ويستهزئ به، ما أمكن، وله أن يرد ذلك بمثله من غير عدوان ولا كذب. نعم نعم بارك الله فيكم فضيل الشيخ. استاذنك معي أم أحمد من السعودية، تفضلي. وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. أسأل الله العلي القدير أن يحفظ أني يرحم والدنا الملك عبد الله وينتغمده ويسكنه قدحيحة الناس. آمين آمين بارك الله. فضيلة الشيخ، أنا لدي طلب ولدي سؤال. تفضل يا أختي. فهل أذنت لي؟ تفضل يا أختي. أنا رأيت رؤيا بالشيخ عبد الله المطلق وهو في اجتماع مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والله ما دفعني على ذلك إلا أني أخشى أن يسألني الله يوم القيامة عن هذه الرؤية. نعم. وأردت لعل وعسى أن يسمع الشيخ تبرأ إن شاء الله بينا. يسمعها فضيلة الشيخ إن شاء الله تعالى ونصل إليه. لقد رأيت الشيخ المطلق يجلس. ألو. تفضل يا أختي تفضل. لقد رأيت الشيخ المطلق يجلس عن يمين النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقريبا منه ويكاد كتفه يلتصق بكتف النبي وأمامهم طاولة بيضاء وهو في اجتماع، وعن يمين الشيخ المطلق يجلس عمر بن الخطاب، وأمام عمر يجلس علي بن أبي طالب، وعن يمين علي بن أبي طالب أقف أنا. وبدأ النبي محمد صلى الله عليه وسلم يتحدث عما يجري في الأمة من أحداث، ولكني لم وهو ينظر إلي وأنا أنظر إليه، ولكني لم أستوعب ما كان يقول. كانوا يلبسون ثيابا بيض كأنهم يوم عيد، وجوههم بشوشة. الله أكبر. فاقترب الشيخ المطلق من أذن النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبدأ يخفت في أذنه كلاما أنا لا أسمعه، ولكنني رأيت شيئا عجيبا، رأيت يخرج من اسم الشيخ خطوط بيضاء مضيئة تخرج من فم الشيخ المطلق وتدخل في إذن النبي، فيصدقها النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويهز برأسه. وخرجت من هذه الغرفة فوجدت أختي، فقالت لي أختي لقد رأيت رؤيا بأهل اليمن وأريدك أن تؤولينها لي. لقد رأيت قوما معهم علامة وتخرج من أجسادهم كرات، فأخبريني ما هي هذه العلامة وما هي هذه الكرات. فتمثل المشهد أمامي ورأيت رجالا في صحراء الربع الخالف اتجاه اليمن عددهم من الستة إلى السبعة، وأمامهم صليب طويل مصنوع تقريبا من الخشب، ومكتوب في الرمال دائرة صغيرة جيش النصرة، وأنا والله لا أعلم ما هو جيش النصرة. ورأيت تخرج من أجسادهم كرات ملونة. طيب. وصلت عنان السماء يمينا وشمالا، فقلت وانتهت الرؤيا فقلت لأختي وأما الصليب فهؤلاء هم الصليبيون قد أخطوا صليبهم عن المسلمين. جزاك الله خير. وأما الكرات الملونة فهذه هي
شكرا لك يا أختي. أكاذيب وأباطيل. شكرا لك يا أختي، بارك الله فيك يا أم أحمد، شكرا جزيلا لك. معي أم حيدر، تفضلي. السلام عليكم. تفضلي يا أختي الكريمة، أهلا وسهلا بك. السلام عليكم. والله لما يحمي التقييد اسمه فسيح الجنان عن الشهداء والأبرار. آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. أخي أحمد، أخي أحمد، أنا سألت على سدس الليل الأخير، وكان الجواب، كان الجواب عن سدس الليل الأخير هو ساعة من قبل الفجر. إذا كان ساعة من قبل الفجر هي ما هيش سدس الليل الأخير، أنا عن بالي كان سدس الليل الأخير. ماذا بيك يا الشيخ؟ اسأل فضلك الدكتور يوضح لي ويحدد لي أي يعني يقع سدس الليل الأخير، يحدد لي. طيب. يحدد لي سدس الليل الأخير. طيب. إن شاء الله تعالى. تريدين تحديد ثلث الأخير من الليل؟ أين ينتهي ثلث الليل الأخير؟ وين يقع ثلث الليل الأخير؟ لماذا كان إذا كان كانت ساعة من قبل الفجر هي ثلث الليل الأخير؟ طيب. لماذا ما قعش الرابع والخامس؟ تسمعين إجابة إن شاء الله تعالى، تسمعين تحديد هذا الوقت من الضيف الكريم. أبو عبد الله من العراق، تفضل. أخوي أبو عبد الله، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بالبداية أعزيكم بفقيد الأمة رحمه الله وغفر له، بارك الله فيك، شكرا جزيلا لك. رحمه الله وأسكنه فسيح جناته. اللهم آمين، اللهم آمين. تبارك. تفضل أبو عبد الله. أسأل الشيخ على فتوى عندي لو سمحت. تفضل يا أستاذ. أكو عندنا يبيعون سيارات، شركات تبيع سيارات بالأقساط. نعم. وتمويل من المصارف. نعم. طيب. فما حكمها يعني شيخ؟ طيب. علما يعني التمويل يكون من مصارف يعني بشروط تمويل من المصارف. والبنوك المصارف هذه تملك السيارات ولا هي في معارض مستقلة فقط؟ يعني المصارف هي قرض تعطي للشركات هذه فتشتري السيارات. نعم. شكرا لك يا أخي الكريم، بارك الله فيك. أعود لضيفي الكريم وأسئلة الأخت الكريمة. هنا أم الحارث من الكويت تقول أو تسأل عن صحة قول النبي صلى الله عليه وسلم بروا أباءكم تبركم أبناؤكم، هل هذا الحديث صحيح؟ لا أذكر الحقيقة حكم هذا الحديث، لكن المعنى في الحقيقة في المجازات، مجازات الإحسان بالإحسان والآثار الحسنة للبر التي وردت في الشريعة هي تصب أيضا في هذا المعنى، وهذا من حيث المعاني الشرعية. نعم. أما من حيث المعاني الاجتماعية الصرفة البحتة فهي تدل على هذا أيضا، فإن رؤية الحفيد للأب وهو يبر بجده أي بجد هذا الحفيد هي الحقيقة تتنشئ لو كان في مجتمع غير مسلم أو مجتمع بوذي أو نصراني أو في أي مكان، الأخلاق تنتقل بهذه الطريقة من جيل إلى جيل. نعم. فلا ريب أيضا أن هذه لها أثرها من حيث أصل الشريعة، وكذلك أيضا لها أثرها من الناحية الاجتماعية، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. لها سؤال تقول بأنها مساهمة في جمعية تعاونية ولها رقم، وهناك آخرون ليس لديهم أرقام، فحينما يتسوق يقول اجعل النقاط هذه أو الأرباح لأرقامها هي أو لرقمها هي. كيف يعني؟ كأن المساهم إذا مثلا مساهم أو مشتري، هي مساهمة في هذه الجمعية، فإذا اشترى من هذه الجمعية يحصل على نقاط معينة ونسبة من الأرباح، فهي يعني يأتي ناس غير مساهمين فيجعلون مشترياتهم أو يجيرون مشترياتهم لحسابها، يمنحون الحق في الزيادة لهذه المرأة، لهذه المرأة أو لهذا الرقم. نعم. إن كان يعني من حيث الأصل، إذا ننظر في أصل العملية من حيث الجواز أو عدمه في هذه الزيادة، والحقيقة غير متضحة وغير متجهة، وهي قضية الزيادة في الأرباح مقابل المساهمة، هذه غير محررة، والسؤال حق يحتاج إلى المزيد من الإيضاح، فأنا أحب أنها لو اتصل هذا بعد أو عن طريق تويتر
نعم ممكن يعيد السؤال تتواصل معك أنا أجيب عليه إن شاء عن الله عن طريق حسابك. نعم إن شاء الله أبشر إن شاء الله تعالى. هنا الأخت الكريمة أم حيدة تسأل عن تحديد الثلث الأخير من الليل وكذلك السدس الأخير من الليل، كيف يحدد بالوقت خاصة وأن الإنسان يعلم أذان الفجر لكن لا يعلم مثلا بداية الثلث الأخير من الليل؟ هو الأقرب باعتبار الليل أنه من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، هذا الأقرب. وهناك قول ينسبه البعض لابن تيمية رحمه الله واختار بعض العلماء المعاصرين بأن الليل يبدأ في وقت صلاة الليل فقط وهو من العشاء إلى الفجر، هذا هو. فهنا يختلف، سوف يختلف ثلث الليل بناء على اعتباره من مغيب الشمس إلى الفجر أو من طلوع الشفق لوقت صلاة العشاء إلى الفجر، لكن الأقرب أنه يبدأ من مغيب الشمس إلى الفجر. لماذا؟ لأن الذي استدل به الذين قالوا بهذا القول بمسألة شرعية ولا أعرف لها دليلا في الحقيقة على أن الليل في الشريعة هو يبدأ من العشاء، ليس فيه دليل. فهنا أن يبدأ بالمعنى الاصطلاحي الشرعي في القواعد الشرعية ثم باللغوي ثم بالعرفي. العرفي طبعا هنا مستبعد، لا عرف في هذه المسألة، لكن هنا هي بين الشرعي واللغوي. هل هو شرعي كما يقولون؟ الجواب ليس شرعيا. نعم. فلذلك ننتقل في القواعد الأصولية إلى اعتبار المعنى، لاعتبار المعنى اللغوي. والليل عند العرب وعند أهل اللغة يبدأ من مغيب الشمس وينتهي مع طلوع الفجر. فلذلك الذي أراه أن إذا أراد واحد يعرف ثلث الليل أن يحسب ساعات الليل من مغيب الشمس إلى طلوع الفجر المجموع، مثلا من مغيب الشمس إلى الساعة 12 ثم 12 إلى مجموع ساعات الليل. نعم. ثم يقسمها على ثلاثة. ثم يحسم الناتج من وقت طلوع الفجر. أفرض إذا قسم على ثلاثة وصار مثلا أربع ساعات على سبيل المثال، الفجر الآن كم؟ الساعة الخامسة مثلا والثلث. نعم. فيحسم أربع ساعات منها، يعني أن يبدأ مثلا الساعة الثانية عشر والثلث مثلا. نعم. فهنا يكون البدء، بينما على الوضع الآخر يكون أقل بعد هذا الوقت. إذا من غياب الشمس إلى طلوع الفجر. إيه يعني الراجح من مغيب الشمس يحسب الساعات من مغيب الشمس إلى طلوع الفجر ثم يقسمها على ثلاثة ثم يأخذ الناتج الذي هو الثلث ويحسمه من وقت طلوع الفجر. نعم. إذا كان الساعة خمس مثلا يؤذن الفجر يحسم أربع يصير بدء ثلث الليل من الساعة الواحدة. نعم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن إليكم. هنا سؤال من أبو عبد الله يسأل عن شراء السيارات من متاجر أو من معارض، يعني عن طريق تمويل البنوك. الحقيقة هذا سؤال عام أيضا، لكن في الجملة نقول يجوز القيام بعمل المرابحات الشرعية والعقود الصحيحة مع البنوك حتى لو كانت بنوك ربوية ما دام معاملة البيع صحيحة. أنا ما أقصد الربوية أن يكون مشترك أو مساهم، لا، هو يريد أن يشتري سيارة لكن الممول هنا هو البنك. هل يفترق البنك الربوي عن غير الربوي؟ الجواب لا يفترق من حيث أصل الحكم، وإن كنت أنا أفضل أن يعمد إلى البنوك غير الربوية تشجيعا لها، لكن إذا كانت المعاملة السليمة فليس هناك منع في الشريعة. ما نقول حرام أنك تتعامل مع البنك الربوي في عملية تمويل مباحة. نعم. عملية تمويل مباحة يعني أن يقوم البنك بشراء السلعة من المالك الأول شراء صحيحا وقبضا صحيحا، القبض العرفي طبعا مو بالضرورة القبض يدوي، كل شيء له قبضه في الحقيقة. ثم إذا حازها البنك الحيازة الصحيحة العرفية الصحيحة أو قبضها القبض العرفي الصحيح يبيعها على طالب التمويل بنفس الطريقة، أيضا بيع شرعي صحيح. نعم. والسياسة الشرعية تقتضي سد الذرائع في هذه المسألة لا سيما في أعمال البنوك، وألا تعود السلعة إلى البنك مرة أخرى ثم تعود إلى البائع مرة أخرى. فإذا قبضتها أنا سيارة أذهب وأبيعها في السوق. نعم. وأحسن المعاملات ويعني أريح المعاملات في هذا هو الأسهم. نعم. الأسهم الصحيحة المباحة يشتريها توضع في محفظة البنك ثم محفظة البنك محفظة طالب التمويل، ليس في هو تعطيك صفة القبض التامة. صحيح. لأن المحفظة هي قبض تام والله أعلم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. استأذنك معي أم الحارث من الكويت وقد عادت، تفضل يا أختي الكريمة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أنا مساهمة في جمعية تعاونية. نعم. يسألني المحاسب كم رقمك، أقول له رقمي عشان أربح، وناس يعني يشترون ما عندهم رقم يحطون على رقمي أنا. أنا أربح من مشترياتهم، هل جائز؟ يعني أنت إذا اشتريتي مثلا يعني المساهم الآن وش يحصل عليه؟ إذا زادت مشترياته يحصل على أرباح أعلى؟ يحصل على أرباح أعلى، بالتالي اللي ما اشترك يقول ضعوها في يعني هذه النقاط ضعوها في حساب.
نعم بسمع واضح الشخص. إذن الأصل في المعاملة اللي إذا راه أنه غير شرعي نعم. وهو يتغير نسبة الربح للمساهم بنسبة المشتريات نعم. وهذا غير مستقر وغير معروف لا بالنسبة ولا بالمبلغ المستقر. المشروع هو النسبة، أنت مساهم معنا لك 20% 15% 10%، هذا المشروع بقدر ما تحصل النتيجة. أما أن تزيد أرباحه بقدر مشترياته التي يستهلكها من هذه الجمعية التعاونية نعم. فهي تؤدي إلى الجهالة وعدم المعرفة وإشكالات ومزاحمة لنصيب بقية المساهمين. فالذي أراه أن أصل المعاملة هو هذا الذي سألته في أول نعم. الأمر ما كان واضح عندي، الآن اتضح. اللي أراه أن أصل المعاملة غير جيد، يعني في الأصل بغض النظر عن هذا. لكن لو كانت المعاملة الصحيحة، افترض مثلا بطاقة اكتساب نعم. بطاقة معينة إذا اشتريت بقدر معين أنت زبون عادي لست مساهم نعم. إذا حصلت على مبلغ معين تحصل على نقاط بمبلغ 50 ريال محددة ومعروفة تشتري بها ما تشاء 50 ريال من هذا المتجر نعم. فلو أن هذا الشخص منحها لشخص ثالث أو لطرف ثالث جاز هذا نعم. لأن حق له ومنحة من أو هدية أو تحفيز من المتجر أو الجمعية وهبه لشخص آخر فلا نعم. حرج فيه. لكن المشكلة هنا أن أصل المعاملة فيها غير شرعي للغرر لأجل الجهالة نعم. والغرر نعم. بارك الله فيك، شكرا لك يا أم الحارث. معي العنود، تفضلي أختي العنود. أختي العنود معنا؟ أيوة. تفضلي يا أختي. ألو. تفضلي يا العنود. السلام عليكم. عليكم السلام، تفضلي بسؤالك يا أختي. طيب الله إن شاء الله الملك عبد الله الجنة. آمين. إن شاء الله. آمين. بسم الله في شيخ الجنات. والله يدخل إن شاء الله الجنات إن شاء الله في الدرس الأعلى. الله والله أهل مكانه ما في المسلمين. آمين. جزاك الله. اللي بتجيده حلال الله إن شاء الله. رحمه الله وغفر له. رحمه الله وغفر. معي أختي بتشارك. عندك سؤال يا أختي الكريمة؟ لديك سؤال؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضلي يا أختي، نحن في الدقيقة الأخيرة من البرنامج، باختصار تذكر أنت سؤالك. عندي الأمة الإسلامية أبو فاطمة بنت عبد الله رحمه الله، وأن القلب لا يحسن وأن العين لا تدمع وأن الإفراق في أمريكنا أنا محزنه. رحمه الله وغفر الله. جزاك الله خير يا أختي الكريمة على مشاعرك الطيبة، شكرا جزيلا لك. وأعود لكم فضيلة الشيخ. وهنا سؤال من الأخ عبد الله الحويطان، يقول فضيلة الشيخ، هل للمرأة المحادة أن تخرج للصلاة على جدة أولادها أو قريبها أو تخرج للتعزية كذلك؟ نعم، لا عليه جمهرة من العلم أن المرأة إذا احتاجت مثل هذه الحاجات أيضا أنه يجوز لها أن تخرج من ذلك نهارا نعم لمثل هذا الأمر الذي راهن فيه السعة، وفيه عليه قول جمع وجمهرة من أهل العلم، وفي آثار بعضها مرسل في الإذن بالمسامرة لقتلى أو شهداء أحد بأن اجتمعنا في بيت إحداهن، وهذا من التحسينيات ترقى إلى درجة الحاجات أو حاجات هي من نوع التحسين هي من هذا الجنس. فلو كان هذا في النهار ونحو ذلك فالأمر واسع والله أعلم. نعم، بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن إليكم. نكون بهذا قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، نسأل الله تعالى يجزيك عن خير الجزاء فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم. نؤكد على ما بدأنا به هذه الحلقة في تعزية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في وفاة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز رحمه الله. نسأل الله عز وجل أن يغفر له وأن يرحمه، ونسأله سبحانه وتعالى أن يعين وأن يوفق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لما فيه مصلحة الأمة والإسلام والمسلمين، وأن يشد على أزره وأن يرزقه البطانة الصالحة، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يعين ولي عهده الأمير مقرن بن عبد العزيز على مهامه وأن يوفقه لصالح القول والعمل. كذلك نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعين وأن يوفق ولي العهد الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز على مهامه، وأن يأخذ بيده إلى ما يحبه ويرضاه من الأقوال والأعمال. نسأل الله عز وجل أن يحسن عزاء الجميع وأن يجبر مصابهم. ولكم في نهاية هذه الحلقة تحية الزملاء فريق العمل، باسمكم جميعا أشكر ضيفي الكريم، شكر الله لكم فضيلة الشيخ. جزاكم الله بارك فيك. شكرا لكم متابعة هذه الحلقة، حتى الملتقى، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا
تشهد ملائكتك وجميع خلقك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك ونشهدك يا ربنا بأننا نحبك ونحب ملائكتك ونحب نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نشهدك بأنه قد أدى الأمانة. اللهم إنا نشهدك بأنه بلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد فيك حق جهاده. اللهم فاجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته.